الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أجل مرسل وآله وصحابته وتابعي من والد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزى الله الإخوة المتحدثين من قبلي والقائمين على أمر هذه الحلقة التي تدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وما أسست إلا لهذا الأمر العظيم الذي هو إخراج العباد من عبادة العباد وعبادة النسوان وعبادة القباب والأضرحة إلى عبادة الله تبارك وتعالى وحده. والليلة في ضيف جديد خش جوا السنتر، ودي خطوة عظيمة جدا، لأنه قعد وبيسمع وبعد يشوف شيوخه ما قدروا عملوا حاجة، وجاب معه بخور وجاب معه بخور تيمان وبرضه ما بحل لك، والله إلا تشرب وإنت شرب، لكن شيوخك ما بيعملوا حاجة ولا إنت بتعمل حاجة، لأنه يا دي دعوة حقت ربنا، دي دعوة حقت ربنا. اتبخر الليلة شفت الدخان الشاي إلا تشرب وشرب. وبحول الله وقوته، وبما أن الأمطار قد نزلت، المطر نزل طبعا، ونريد أن نقف مع حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ما أخرجه الإمام مسلم عليه رحمة الله في صحيح من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أرضاه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. قال: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا ماتت ولم تتب قامت وعليها سربال من جرب ودرع من قطران، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فما نريد أن نقف عنده هو الاستسقاء بالنجوم، والاستسقاء هو طلب السقيا، الاستسقاء هو طلب السقيا. قال الله تبارك وتعالى عن موسى: وإذ استسقاه قومه، قال: وإذا استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر، فدعا الله تبارك وتعالى لكي يسقيهم، فأمره الله تبارك وتعالى أن يضرب الحجر. والاستسقاء هو طلب السقيا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، قال: والاستسقاء بالنجوم، لأنه في فيديو اليومين دي منتشر لواحد دكتور من دكاترة الصوفية، وبعدين كثير من الناس بيغتر يقول لك: يا أخي دكتور، يا أخي ما تغتر، قلنا لك 100 مرة الدال دي ما تخدت لأي اعتبار، في دال بتكون دال داية ولا دلوكة ولا أي حاجة، فالمهم فإنت ما تغتر بالدال. فقال شيوخنا، قال: نحن عندنا في السودان شيوخ بنزلوا المطر على حسب الطلب، على حسب الطلب، داير مطر خفيفة، داير شعفوفة، داير بهناي بغبار من غير غبار، قال بديك لا طوالي على حسب الطلب. وقال حواشتين سوى، قال: انزل المطر بجاي لأنه ده دفع بياض، ويحرم ذاك لأنه ما دفع البياض. واستشار له أكبر ضال مضل في السودان حامد بابكر، قال له: مش الكلام ده صح يا شيخ حامد، داك بدل يقول له كذاب ولا يقول له مفتري، قال له واي، قال له واي. وده فيه دليل على أنه كثير من الناس إلى الآن يعتقدون في غير الله تبارك وتعالى. وعشان كده الدعوة دي طوال مستمرة، الكشف عن الصوفية والكشف عن المجرمين، هذه الحرب وهذه الدعوة قائمة من أجل تبصير الناس بحق الله تبارك وتعالى،
الذي نسبه المتصوفة إلى شيوخهم. فده قال الشيوخ بده المطر عادي كده وبيقروش. وأنا بقول له وللخنجر، أنا أعتقد جازم واعتقاد لا يتزحزح إنه أي نقطة مطر نزلت في السودان دي نزلها الله. أنت شيوخك بينزلوا المطر وين؟ بينزلوها في كوكب غايته في السودان دي ما حقتهم. والله أي نقطة مطر نزلت في السودان ما نزلها شيوخ الصوفية ولا نزلها شيوخك يا خنجر. كده شوف شيوخك بينزلوها وين؟ غايته نزلت في السودان دي ما حقتك ولا حق شيوخك. وما بيقدروا ينزلوا مطر لأنه أنا متأكد. والشيخ ذاته لما نسمع الرعد داك بيكون لابد والله بيكون مرجف. رعد ما شفته كيف؟ وربنا قال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. الرعد بيسبح ودل قالوا بنزلوا مطر. ونقول له نرد على هذا الباطل بآيات من كتاب الله تبارك وتعالى. ربنا يقول في سورة الشورى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. الآية دي واضحة ولا دايرة شرح يا أخوان؟ واضحة. في زول هنا في المحل ده هنا بيعتقد إنه الشيوخ بينزلوا المطرة. في زول بيعتقد إنه الشيوخ بينزلوا المطرة. إذا كانوا بينزلوها اللي مسكوها ما دايرنا مطرة الصوفية نحن ما دايرنا. بكفينا مطر ربنا الذي قال الله عز وجل عنه: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا. ربنا يقول: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، أي بعد نزول المطر. وقال الله تبارك وتعالى أيضا، شوف القرآن ده واضح كيف. تقول لي ست مريم، خلي ست مريم الليلة تلحقك. والله مش لو جبت ست مريم، لو جبت معاه الختمية كلهم ما يحلوا الليلة ما يقدروا يسووا حاجة. فربنا يقول في القرآن، شوف القرآن ده واضح كيف. ربنا يقول في أول نداء في سورة البقرة، أول نداء: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء. ده الله ولا شيوخ الخنجر يا مسلمين؟ الله تبارك وتعالى. نقول للخنجر ولأمثال الخنجر ولأتباع الخنجر وللبطبل الخنجر: كذبتم ورب الكعبة. مش قلتوا شوكم بنزل المطر؟ الآيات واضحة تبطل وتنسف هذه الدعاوى الفارغة وهذا الكفر بالله تبارك وتعالى. ده كفر يا زول، وده شرك في الربوبية. كون إنسان يعتقد إنه غير ربنا بنزل المطر ده شرك في الربوبية. والله وأبو لهب وأبو جهل في الربوبية ما كان عندهم إشكال، لكن في بلدنا دي بلد الغرائب والعجائب، بلد القباب وبلد الأضرحة وبلد الطواغيت وبلد الطرق الشركية وبلد الأحزاب وغير من الباطل المنتشر. ربنا يقول أيضا في خواتيم سورة لقمان، أسمع القرآن ده الليلة، خلي ست مريم تلحقك. ربنا قال: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. ربنا قال في القرآن: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أما خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء شنو؟ ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ بل هم قوم يعدلون، زي ناس الخنجر دين يعدلون أي يشركون. وربنا يقول: أرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ النزل من يا جماعة؟ ده الله تبارك وتعالى. وده هسه بيفهم عليك الله؟ عليك الله سيدي دكتور؟ والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، ده في الشريعة الإسلامية ما يبقى غفير جامعة، خلي دكتور، غفير ما ينفع.
ما دام بهذه العقيدة وهذا الضلال المبين، والله ما يستحق يكون غفير في جامعة إسلامية. لكن إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري ومسلم في الصحيح من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه وأرضاه، قال: أصبحنا على إسر سماء، أي بعد نزول المطر، يعني مطر نزلت بالليل وهم أصبحوا، قال: أصبحنا على إسر سماء بالحديبية. والحديبية مكان هناك في السعودية، الصوفية يمشي هناك السعودية، والله تلقى الصوفي في السعودية في رمضان يضرب في الجداد ويضرب في الكبسة ولا بيدفع، أول ما يجي في بورسودان يشتم السعودية وهابية. أصلا ما خبطت هناك الرز وضربت الجداد بتاع السعودية، أول ما أخذت كراعة في البلد دي تنبز وتشتم، يأكلوك في الرز وتشتم يا صوفي، ولو مشى هناك ما بيقدر يرفع راسه والله جد. لكن برضو في عقائد، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فهذا مؤمن بالله كافر بالكوكب. ونحن نقول مطرنا بفضل الله وبرحمته، المطر النزل ده بفضل الله تبارك وتعالى ومن رحمة الله تبارك وتعالى. ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا، والنوء يعني النجم، الأنواء النجوم، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بالله مؤمن بالكوكب. الكلام ده واضح، النجوم ما عندها دخل والبشر ما عندهم دخل في هذا الأمر الذي هو إنزال المطر. لكن عند الصوفية عادي الشيوخ بينزلوا المطر، عادي الشيوخ بيعلموا الغيب، عادي الشيوخ بيدوا الجنة، وكله كذب وكله افتراء وكله دجل وكله باطل يدعون إليه هؤلاء. عشان كده والله التصوف لا علاقة له مع الإسلام، التصوف لا يمثل الإسلام، التصوف من طرق الشيطان التي تقود الناس إلى جهنم عياذا بالله. والله دي كتبهم قاعدة، كتب دي لو فرتقنا لك والله إلا تصيد ضنينك من قلة الأدب، قلة أدب جوا هنا وكفر وضلال كله جوا في الكتب دي. فهذا الحديث والذي قبله يدل على أن الغيث ينزله الله تبارك وتعالى. برضو جاء في كتاب طبقات وضيف الله ولا منو ما عارف، برضو قال عندهم ولي بنزل المطر، عشان كده تلقاه يقول لك بيع ماها في سماها، ده قال لك ببيع فوق، وده كيف انت قبل المطر ما تنزل تبيعه؟ ده اول حاجة بيع فاسد، بيع ما لا تملك وضلال، حاجة ما حقتك تبيعها كيف؟ وده ضلال. عشان كده نحذر المسلمين في السودان وفي المركز، والله إذا داير السلامة عليك أن تكفر بكل هذه الطرق الصوفية وبكل هذه الأحزاب وبكل هذه الجماعات، خليك مسلم حر أصل، ما تتبع لك طريقة ولا تتبع جماعة ولا تتبع حزب، خليك مسلم حر على الكتاب والسنة والتزم بالدين، طبقه في نفسك وفي بيتك وفي زوجتك تفوز وتنجو وتكون سعيدا وتعيش سعيدا بإذن الله تبارك وتعالى. لكن تعيش تنادي في النسوان يا فلانة وعبد الرحيم الزريبة الشيخ ده ذاته، ما هم شيوخهم كلهم بيعظموهم، مش ده مرات قاعد ينادي المكاشي ومرات تقول برعي الغوم. عبد الرحيم الزريبة ذاته لما جاته الحصوة نادى أبو التاية قال: هيا أبو التاية وحامد بعصايا زيلوا الحصايا ومرات كلايا، زالوها؟ مش ودى الأردن ما نفع، جابوه هنا ما نفع لحد ما مات هنا، ليه ما نفعوك أبو التاية وحامد بعصايا؟ وتاني هناك في قصيدة مصر المجهجة: ندعوك يا الله بجميع عباد الله، ندعوك بسيدتي هي زينب عمدتي وما عارف لك نفيستي وربع العدوية وشعوانة. شعوانة دي منو يا ربي؟ تعرفوا شعوانة؟ أنا شعوانة دي أتهيأها كائن
منصور الشعر مخيف الخف. بس شعوانه دي يقول لك اسمها شعوانه، انت عارفها كيف تعني؟ باقي لك بيكون مطمن. فالمهم دي دعوه لكل المسلمين انه ما تتمسك لك باي طريق غير طريق النبي عليه الصلاه والسلام، والله تتورط ورطك عمرك ما الا يوم القيامه لما تشوف العذاب والضلال الذي كان يدعو اليه هؤلاء. بعد ذاك بتعرف الحق، وفي المركز قالوا لك، وفي غير من المواضع قلنا للناس يا ناس الطرق الصوفيه ليست طرق تقود الناس الى جنه الله تبارك وتعالى، وانما تقود الناس الى 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 الى, إلى, إلى طرق الشيطان التي قال النبي عليه الصلاه والسلام عنها: وعلى كل راس سبيل شيطان يدعو اليه. انا ما عندي كلام كثير، والاخوان رسلوا قالوا قدموا الشيخ ادم، هذا والله اعلم. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شيخ ادم.